يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول متى ينتهي حفظ العبد إذا قال أذكار الصباح؟ هل هو من غروب الشمس أم من بعد صلاة العصر؟ اللي يصلي صلاة الفجر في جماعة يكون في ذمة الله حتى ينسي، هذا عظيم، هذا ثواب عظيم. صلاة الفجر في جماعة هي الورد، وإن زاد عليها ورد من الأذكار فهو زيادة خير، لأن يصلي الفجر في جماعة حتى يكون في حفظ الله وكلاءته حتى يدخل في المساء، دخول في المساء يكون بزوال الشمس، زوال الشمس ثم يأتي بالورد بعد الزوال أيضا للمساء. نعم.